الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. طيب، نص القاعدة أولا يقول: الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. وأظنكم سمعتموني أدندن حولها كثيرا، الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، أي ليس كل شيئين اتفقا في اسمهما فلا بد أن يتفقا في صفاتهما. فإننا نجد في الدنيا من المخلوقات ما اتفقت في أسمائها واختلفت في صفاتها، فإن للفيل يدا وللبعوض يدا، ومع ذلك ليست يد الفيل كيد البعوض. وكذلك نقول بأن الشمس مضيئة والشمعة مضيئة، فاتفقت الشمس والشمعة أن كل منهما يوصف بالإضاءة، فهل تكون إضاءة الشمعة كإضاءة الشمس للاتفاق في الأسماء؟ الجواب لا. وهكذا نقول إن للبعوض جناحا وللصقر جناحا، فاتفق الصقر والبعوض أن كل منهما له جناح، فهل ثم عاقل في الدنيا يقول بأنهم متفقان في الصفات؟ الجواب لا. فإذا كان الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات فيما بين المخلوقات بعضها البعض، أفيكون ذلك لازما في حق الخالق الكامل من كل وجه مع المخلوق العاجز الضعيف من كل وجه؟ الجواب لا نقول إلا كما قال الله عز وجل: سبحانك هذا بهتان عظيم. تبا للممثلة الذين يقولون بأن الاتفاق في الاسم يستلزم الاتفاق في الصفات، فقالوا: لله وجه كوجوهنا للاتفاق في الاسم، وله عين كأعيننا للاتفاق في الاسم، وعلو كعلونا للاتفاق في الاسم، ويد كأيدينا للاتفاق في الاسم، وهلم جرا في سائر الصفات، بناء على هذه القاعدة الإبليسية عندهم، والتي سقط منها ذلك الحرف الذهبي الذي هو بين قوسين حرف اللام، فإن القاعدة بدونه تكون شيطانية وبه تكون رحمانية. فالحق في هذه القاعدة إنما هو أن نقول: الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، عقلا ونقلا وحسا. أما الحس فقد ضربت لكم أمثلة، لكن عقلا فإن العقل قد تقرر فيه أن اختلاف الإضافات يستلزم اختلاف الصفات، لا يمكن أن تتفق الكيفيات إذا كانت الإضافات مختلفة، هذا عقلا. ولذلك أقول: وجه وليد ووجه محمد، اختلفت الإضافات فإذا لابد أن تختلف الصفات. فإذا قيل وجه الله أضفناه إلى الله، وإذا قيل وجه المخلوق أضفناه إلى المخلوق، هل الإضافات متفقة ولا مختلفة؟ مختلفة، إذا لابد أن تختلف الصفات. يد الله أضفناها إلى الله، يد المخلوق أضفناها إلى المخلوق، كما قال الله عز وجل: يد الله فوق أيديهم. فهل مع اختلاف الإضافات تتفق صفات اليدين؟ الجواب لا. سبحانك هذا بهتان عظيم، ولكن الممثل قوم لا حس يهديهم ولا نقل ينير لهم الطريق ولا عقل يبصرهم بالحق. طمس الله عز وجل على قلوبهم وعلى بصائرهم وعلى أعينهم. الأدلة في الكون على إبطال أصلهم كثيرة ظاهرة، تراها البهيمة بل ويراها المجنون، ولكن الله أعمى بصائر قلوبهم وبصائر رؤوسهم فلا يرون إلا ما قرره كبراؤهم وسفهاؤهم. فمتى ما اختلفت الإضافات اختلفت الصفات، هذا شيء بديهي واضح. استواء الله استواء المخلوق، ليس الاستواءين متفق، ليس الاستواءان متفقين. لما؟ لأن اختلاف الإضافات، وهكذا في سائر الصفات. وأما نقلا فلأننا نجد أن الله يسمي نفسه بأسماء يسمي بها عباده، ويصف ويصف عباده بصفات يصف بها نفسه، وليس المسمى كالمسمى ولا الموصوف كالموصوف. فقال الله عز وجل: يد الله فوق أيديهم، وليست اليد المضافة إلى الله كاليد المضافة إلى المخلوق، لأن الله ليس كمثله شيء. ووصف العباد بأن لهم قوة، ووصف نفسه بأن له القوة، وليست القوة كالقوة. ووصف نفسه بالحليم العليم، ووصف عباده بعض عباده بالحليم العليم، وليس الحليم كالحليم ولا العليم كالعليم. فإذا دل النقل والعقل والحس والواقع على أن
على أنه ليس كل شيئين اتفقا في اسمهما فلا بد أن يتفقا في صفاتهما. فإذا أقفلت هذه عن ذهنك فوالله العظيم إنك قد حصلت خيرا عظيما، لأن أقذر قذارة وأنجس نجاسة يزرعها الشيطان في عقلك هي قذارة التمثيل. فمتى ما قدر الشيطان على هذه النبتة الخبيثة في عقلك فإن الشرك سيأتي، والبدعة ستأتي، والتعطيل سيأتي، والتمثيل سيأتي، والتحريف سيأتي. فكل بلية عقدية انتبه إنما مآلها إلى تلك القذارة وهي قذارة التمثيل. فلما مثل الممثلة؟ لوجود القذارة. لما عطل الممثلة؟ لوجود القذارة، إذ كل معطل فهو ممثل وكل ممثل فهو معطل. فمتى ما حفظت عقلك وحميت روحك من زرع هذه النبتة الخبيثة وهي قذارة التمثيل فإنك سوف تسد على الشيطان أبوابا من فساد الاعتقاد كثيرة، والله أعلم.